أصحاب البصائر تقدم. مواعظ رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نحن بحمد الله في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، لذلك ارتعينا أن نسجل بعض المواعظ تحت عنوان المواعظ الرمضانية، خاصة ونحن في هذا الظرف الراهن الذي يشهد ما لم يشهده غيره من الظروف، حيث أن أزيد من نصف سكان العالم في الحجر الصحي بمناسبة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شره. نحن في بداية هذا الشهر المعظم، شهر رمضان، الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص متعددة، منها أنه خصه الله تبارك وتعالى ليكون شهر الصيام كما خصه بنزول القرآن، وخصه بأفضل ليلة في العام ألا وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وغير خاف عنا أن أول ركن في الدين في جميع العبادات هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهذا الحديث يعتبره العلماء من أصل الأصول، إذ لا يقبل العمل إلا بإخلاص النية وصواب العمل. لذلك كان لزاما على كل عازم على الصيام أن يعقد نيته في أول ليلة من هذا الشهر الكريم، أن يعقد نية أنه سيصوم شهرا كاملا، إما 29 يوما وإما 30 يوما. وقد اختلف العلماء عن تجديد النية في مجال تجديد النية في كل ليلة، هل يجددها الصائم في كل ليلة أم في نية واحدة؟ والراجح عند العلماء أن النية الواحدة تكفي في أول ليلة في هذا الشهر الكريم، إلا في حالة واحدة، إلا إذا انقطع الصيام بسبب من الأسباب، عند ذلك يجب أن تجدد النية، كأن ينقطع الصيام بالحيض أو النفاس أو المرض أو السفر، فيكون الصائم قد أفطر بسبب من هذه الأسباب، ثم يريد أن يستأنف الصيام بعد تلك المدة التي أفطرها، فيجب عليه أن يجدد النية مرة أخرى، أو وقع له إغماء حتى فقد وعيه ثم يريد أن يجدد النية والصيام، ف
فعليه أن يجدد النية. أما من عزم وعقد النية على أنه سيصوم شهرا كاملا فتكفيه هذه النية طوال هذا الشهر الكريم. والنية ليست تلفظا بالنطق أو باللسان، بل هي عمل قلبي. فالنية عمل قلبي لا يتلفظ بها إلا في الحج أو العمرة، أما في غيره من العبادات فيكفي أن يعقد الإنسان النية في قلبه وينوي أنه سيفعل عبادة من العبادات أو سيقوم بعبادة من العبادات، ويخلص ذلك لله تبارك وتعالى ولا يقصد إلا وجه الله، عند ذلك سيكون مأجورا عند الله تبارك وتعالى وسينال الأجر والثواب. لأن كما أسلفت لا يقبل العمل إلا بإخلاص النية وصواب العمل. ولذلك سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وبهذا القدر كفاية، وإلى موعظة أخرى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها القائل والمستمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.